السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أنا الشيف عماد أبو الصيام. اليوم مثل ما وعدناكم في فيديو سابق عملنا لكم طريقة عمل نجانق لحمة الخروف وحشيناها بالفوارغ. الآن راح نعلمكم طريقة عمل نجانق لحمة أو طبخ نجانق لحمة الخروف مع دبس الرمان، وراح نقدمها إن شاء الله مع الخبز المقرمش المقلي. قبل ما نرتنا طريقة عمل نجانق لحمة الخروف بدبس الرمان، بطلب من الجميع الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يوصلكم كل فيديو جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كما تلاحظ في عندنا هون نجانق لحمة الخروف اللي حضرناها احنا مسبقا وحطيناها بالثلاجة أو ممكن نفرزها. الآن راح نطبخ لكم إياها مع دبس الرمان. طبعا من أطيب الأكلات طبعا راح تكون، لأن دبس الرمان حامض وبيعطيها طعم طيب جدا. الآن كما تلاحظ يعني في المقلاة على النار بنضيف قليل من زيت الزيتون أو زيت نباتي حسب المتوفر عندنا في البيت، يعني مقدار 3 ملاعق من الزيت. بنترككم على النار حتى يسخن تماما، وبنضيف له ايش؟ النجانق اللي احنا حضرناها. هنا في عندنا اللي هو الخبز المقرمش اللي راح نفرشه تحت النجانق اثناء السكب. نلاحظ هنا انه احنا بنقلي النجانق بالزيت مزبوط، والان رشينا رشة ملح ورشة فلفل اسود، وبنستمر بتقليب النجانق بالزيت حتى تتحمر تماما. وضفنا لها عرقين نعناع، يعني ورقتين نعناع. الآن بنضل نقلب فيها حتى انه نلاحظ انه النجانق يعني استوت. الآن بعد ما استوت النجانق احنا تخلصنا من الزيت، يعني سحبنا الزيت وخلينا النجانق نفسها في المقلاة نفسها. والآن بنضيف مقدار كوب من دبس الرمان، يعني كاسة من دبس الرمان بنضيفها للنجانق، وبنقلبها بدبس الرمان، وبنستمر بطبخها على النار دبس الرمان حتى يتكاثف دبس الرمان ويصبح لزج. نلاحظ ان دبس الرمان تكاثف والنجانق من جوا استوت. الان راح نفرجيكم كيف نسكبها. كما نلاحظ دبس الرمان تكاثف اصبح لزج. الآن راح نسكب النجانق مع دبس الرمان فوق الخبز المقرمش. طبعا يعني طعمها رائع جدا، وبنصح الجميع يجرب هاي الطريقة. راح نعمل لكم فيديو ثاني اللي هو النجانق المطفاية بالثوم والليمون وزعتر والفطر إن شاء الله. الآن راح نضيف بذور الرمان إلى النجانق المطفاية مع دبس الرمان، وهيك بكون نجانق مع دبس الرمان مع الخبز المقرمش أصبح جاهز. ودي اللقاء معي أنا شيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.